السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن سلسله جديده، فكرت كثير اني ابدا هذه السلسله فقررت الحين ابداها. ان شاء الله تعجبكم، طبعا راح تكون سلسله دائمه تقريبا. طبعا انتم تشجيعكم اذا شفت شرت السلسله هذه كثيره راح تشجع وتسوي فيديوهات اول باول، وتقريبا ما في اي قناه عربيه الان منشنت او تكلمت عن هذه السلسله اللي هي سوفتيرات ابل. الكل يعرف ان كل بين شهرين وثلاث شهور ابل تنزل سوفتيرات جديده او تحديثات جديده لاجهزه الاي او اس والابل واتش وابل تي في والاشياء ذي كلها. طبعا التحديثات الرسميه اللي تنزل للكل تكون نازله قبلها باشهر لحق المطورين، ان المطور راح ياخذ الميزات الجديده اللي بتنزل حق ابل. طبعا راح تكون فيها مشاكل ويسمونها بيتا. ابل قبل ما تنزل العام السوفتوير كامل تنزل للمطورين كل اسبوع ثلاث اسابيع تنزل تحديث، لان تكون في مشاكل كثيره. فما انصح اي احد ينزله في جواله الرسمي لان راح تكون في مشاكل كثيره، والمطورين راح يرسلون حق ابل مره ثانيه مشاكل، وابل تحاول تعدلها وترجع تنزل لهم بيتا ثاني الين ما تكون البيتا جاهزه بعدين تنزل العام. فالبيتا هذه راح تكون فيها ميزات العامة ما يدرون عنها لين تنزل لهم، فبعد شهرين او ثلاث راح تنزل للعامة وبيشوف الميزات اللي كانت اوريدي موجودة عند المطورين. الميزة هذه مثل ما قلت لكم ان ابل تسويها عشان المطور او الاشخاص يشوفون الاخطاء اللي موجودة فيها، حتى لو ان ابل تجلس على السوفتوير وتشوف ميزات اللي فيه او في مشاكل او ما في مشاكل ما راح تغطي كل المشاكل اللي بيشوفونها الاشخاص الخارجيين او الاشخاص الطبيعيين. فابل تنزلها بيتا الان ويشوفون المطورين، وبرضه منها يطلعون المشاكل اللي فيها وتعدل ابل المشاكل، ومنها يحثون برامجهم للميزات الجديده او يحثون برامجهم عشان تكون ثابته وما فيها مشاكل على السوفتوير الجديد. فاليوم راح اتكلم معاكم عن السوفتوير الان نازل في نفس هذا الوقت اي او اس 12.1 العامه، لكن ابل نزلت 12.1.1 للمطورين، نزلت تقريبا قبل ثلاث اسابيع. الان نزل وصل 12.1.1 بيتا 3، فبدات ابل بيتا 1 وفي مشاكل حدثتها ونزلت بيتا 2 برضه في مشاكل، الان نزل بيتا 3 وإلى الآن ثابتين عليها أكثر من أسبوع على البيتا 3. بما أن اليوم 24 نوفمبر فالأسبوع هذا راح تنزل يمكن بيتا 4 بيكون قرب على ما ينزل للعامة. فنبدأ معكم الحين نشوف ميزات iOS 12.1.1 على البيتا 3 في ساعة أبل والآيفون. فخلونا طيب نبدأ معكم. راح أتكلم عن الآيفون 10S موجود عليه النظام التجريبي، وفي الآيفون 6 بلس موجود عليه النظام الرسمي. فمثل ما تشوفون نخش الإعدادات هنا على نفس الجهازين، نخش عام، نخش حول، راح نشوف هنا النظام اللي نازل على الجهاز هذا 12.1.1 وعلى ال 6 بلس 12.1. مثل ما تشوفون هنا لو نخش راح نشوف هنا هذا على آخر تحديث وبرضه هذا على آخر تحديث. فنبدأ معاكم الحين راح نتكلم عن الميزات الجديدة اللي نزلت الحين على البيتا الجديد. أول ميزة واللي الكل استغرب منها أبل ليش كنسلتيها في الآيوس 11 كانت موجودة لكن في الآيوس 12 كنسلتها، هي إن لو تخش بتكلم أي شخص فيس تايم مثل ما تشوفون الحين بدق الفيس تايم على رقمي هذا، أرد بس خليك كنسل المايك. في السوفتوير اللي موجودة الحين من سبتمبر إلى آيوس 12، من نزلت أبل لآيوس 12 الحين لو تكلم شخص فيس تايم إذا كنت تبي تقلب الكاميرا لازم تضغط هنا وتضغط فليب من هنا من فوق عشان تقلب الكاميرا. مثل ما تشوفون قلبت الكاميرا هنا، هذه ذي موجودة الحين رسميا عند كل شخص، لازم يصير بيكلم أحد لازم يسوي ذي الحركة. أبل أخيرا رجعتها في البيتا، طبعا راح تنزل رسميا مثل ما قلت لكم بعد أسبوعين أو ثلاث كذا راح تكون. إذا بتكلم أحد تقدر تسوي فليب من هنا، بدل ما إن كانت في القديم لازم تضغط ضغطتين هنا تضغط فليب، عدلتها أبل وحطت تحويل بين الكاميرتين برا هنا. وبرضو رجعت معاكم تصوير الشاشة مثل ما تشوفونه هنا، يعني تقدر تصور الشاشة. هذا أول ميزة، وأقوى ميزة الكل ينتظرها في iOS 12.1.1 هذا ميزة الفيس تايم. الميزة الثانية هي غفل الشاشة. طبعا الحين لو أن جوالك مشتغل في الجوالات اللي فيها فيس أونلوك، إذا تعطلت الكاميرا الأمامية أنك تفتح لازم تدخل رقم السري مثلا، أو طفت جوالك شغلته وسويت ذي الحركة، أو شخص لعب في الجوال وحاول يفتح الجوال بوجهه بيتكنسل الفيس انلوك يقول لك دخل رقم السري. الحين في الميزه الجديده ما ان الحين تعطل فراح يقول لك جهاز سوايب تو انلوك، راح يعلمك انه لازم ترفع عشان تفتح الجوال، ما راح يقدر يفتح الجوال بوجهك. هالطريقه كويس ان ابل تقول لك يا شوف كذا ما راح يفتح الجوال، لازم تحط الرقم السري. وبرضو الميزه الجديده انه في الباور هنا، اول كانوا الاحجام كلهم نفس الشيء مثل سلايد تو باور اوف والميديكال اي دي وامرجنسي اس او اس كلهم كانوا نفس الحجم. الحين لو تلاحظون هذه اللي صاروا اصغر هذا اكبر، ابل غيرت طول الخط.
والميزة الأخيرة هي أيقونة الأبل واتش تغيرة في التحديد الجديد مثل ما تشوفون هنا. الكراون هنا باللون الأسود على شكل الأبل واتش 3 القديمة. أما النسخة الجديدة ما قلت لكم لو أنك تشتري شريحة راح يكون بس زيج، تغيرت الخلفية صارت بس على الكراون زيج اللي هي هذه. كده خلصنا البيتا على الجوالات، ننتقل البيتا على الساعة أبل. ساعة أبل نزلت الحين عليها البيتا بما أن مش آي أو إس، هي واتش أو إس، فالسوفتويرات تختلف. نزلت عليها الـ 5.1.2. الميزة الوحيدة اللي لاحظتها الحين في الووكي توكي، أتوقع اللي يستخدمون ساعة أبل إحنا يعرفونه في السوفتويرات الجديدة موجودة الووكي توكي هذه اللي هي أضغط وتحدث. المشكلة شنو هي في أضغط وتحدث؟ بما أنك لابس الساعة، أي شخص ضايفك عنده في الوكي توكي بس يضغط يتحدث يجيك السبيكر عندك ويطلع الصوت يفضحك. كانت اول لازم تستطيع تطفيها لازم تخش على الوكي توكي وتضغط اوف فوق وتطفيها. حين ابل في السوتر الجديد حطت لك برا هنا تقدر تنزل وتطفيها في اي وقت تشغلها. هذا تقريبا الميزه الوحيده اللي حاطها في البيتا في الابل واتش. بس ان شاء الله الفيديو عجبكم، واذا حبيتوا اكمل معاكم هذه السلسله راح تكون تقريبا بين اسبوع الى اسبوعين فيديو من ابل، كل بين اسبوع واسبوعين او بالكثير 3 أسابيع تنزل نسخه جديده في البيتا وتشوف الميزات، تعدل الميزات، تشيل ميزات احيانا تحط تحسينات. حبيت اكمل معكم هذه السلسله الين ما ينزل سوفتوير رسمي للكل، وبعدين ابل تنزل بيتا ثاني برضو وابدا معكم البيتا الثاني وتشوف الميزات تنزل لكم في المستقبل. فاذا كنتوا حابين السلسله هذه لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع. ان شاء الله راح يوصل الفيديو هذا مشاهدات كثيره ويجيني دعم معنوي اني اكمل السلسله هذه. وبرضو لا تنسون تكتبون تعليقاتكم تحت راح ارد عليها في التعليقات او اني اسوي فيديو خاص فيها. وبس، والسلام عليكم.